السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفو الاستعمال نتاع الباس بروغريسيف. فاول حاجه خصكم تعرفوها على البروغريسيف او كلمه بروغريسيف ولا كونتينوس هي الاستمراريه، يعني شي حاجه اللي مستمره. فمين كنقولو بريزنت كونتينوس ولا الباس كونتينوس، يعني كنهضر على واحد الحاجه او واحد لاكسيون، واحد الفعل اللي كيكون مستمر، او يعني لاكسيون كتاخد بزاف نتاع الوقت او كتاخد يعني وقت مستمر باش ان هذاك الفعل كيتنفذ. اوكي، بحال مثلا فاش كنهضروا كنقولوا اي بلايد، ناخذ المثال نتاع اي بلايد، يعني انا لعبت. اي بلايد تنس يسترداي، انا البارح لعبت تنس. ولكن إذا قلت I was playing tennis يعني كنت كنلعب. فالمثال الأول نتاع I played اللي استعملت فيه simple past، يعني الأكسيون نتاع أنني لعبت كتكون قصيرة. أوكي، لعبت في واحد المدة معينة ولكن ما غاديش نعطيك بزاف تاع المعلومات. ولكن فاش كنقول I was playing يعني كنت كنلعب في واحد المده طويله، يعني كنت في وسط اللعب. اوكي، في الوسط نتاع ديك لاكسيون اللي راني كنت كنديرها اللي هي اللعب. اوكي، فهنا غادي نشرح لكم الاستعمال نتاع الباست بروغريسيف بامثله، حيت ما يمكنش انكم تفهموا هاد التنسز بدون امثله. اوكي، سو غادي نبدي لكم بالمثال الاول. عندنا Yesterday, Ahmed and Anne played tennis. They began at 10 o'clock and finished at 11:30. So, at 10:30, they were playing tennis. هاد المثال كيقول Yesterday, Ahmed and Anne played tennis. البارح أحمد وأن، هاد جوج اشخاص، لعبوا تنس. اوكي، لاحظوا بلي ان هنايا عندنا played. they began at 10 o'clock. هما بداو، هاد احمد and ان بداو مع العشرة، and finished at 11:30 وكملوا مع 11:30. So, at 10:30, they were playing tennis. مع العشرة ونص كانوا كيلعبوا تنس. فهنا غادي ناخدو هاد الخط الزمني. عندنا هنا present وهنا عندنا past. دابا نهائيا ما حناش كنهضرو على present، حنا كنهضرو على past. هنا اللي كنهضروا على الاستعمال تاع الباست بروغريسيف. فهنا عندنا في الباست، هنا كانت العشرة وهنا العشرة، سوري 11:30. يعني ما بين العشرة و11:30 كانوا كيلعبوا. they were playing the tennis. اوكي، هنا بداو they began مع العشرة and finished مع 11:30. مع العشرة ونص يعني هاد العشرة ونص راها ما بين العشرة و11:30، يعني في هاد الوسط هذا. ولكن هنا رحنا كنهضروا على الباست، يعني لاكسيون راها فاتت، راها البارح، حيت هنا عندنا yesterday البارح. اوكي، هنا في البريزنت رحنا كنهضروا على الباست. اوكي، سو مع العشرة ونص اللي هي راها في وسط هاد الخط هذا، they were playing tennis. اوكي، يعني مين كنقولوا they were doing ولا they were playing، يعني لاكسيون نتاع الفعل اللي راهم كيديروه طويل. اوكي، حيت هما بداو مع العشرة وكملوا مع 11:30، دونك في هاد المده كامله they were playing،
كانوا كيلعبوا، مش كيما هنايا كنقولوا احمد and ان played tennis. لاحظوا الفرق، من كنقولوا they played tennis كنقولوا لعبوا tennis، ولكن فاش كنقولوا they were playing tennis يعني كانوا كيلعبوا tennis. دونك هنا في الـ past continuous عندنا لاكسيون كتكون طويله. They were in the middle of playing. مع العشرة ونص كانوا في الوسط نتاع لاكسيون. They were in the middle يعني في الوسط of playing. Okay. ماشي بالضرورة في الوسط، ولكن يعني ما بين هاد الوقت هذا، حيت دائما البروغريسيف كيكون معروف أو محدد بالوقت. Okay. We use the past continuous to say that something was that somebody was in the middle of doing something at a certain time. The action had already started before this time but had not finished. شنو المعنى ديال هاد الكتابة هادي؟ We use the past continuous to say that somebody was in the middle of doing something. يعني كنستعملوا هاد الـ past progressive باش أننا نبينوا أو نقولوا بلي أن شي حد، يعني الفاعل ديال الأكسيون، الفاعل ديال الفعل كان كيدير شي حاجة في الوسط نتاع واحد لا بيريود. مثلا هنا فاش قلنا أن أن أند أحمد كانوا كيلعبوا التنس، فكنا نهضروا على هاد لابيريود هادي اللي هي من العشرة لحداش ونص. أوكي، سو كنستعمل الباست كونتينيوس باش أننا نهضروا أو كنبينوا على أن شي واحد راه كيدير واحد الفعل في واحد الوقيتة معينة. أوكي، هاديك الوقيتة محددة، تقدر تكون بالساعة، تقدر تكون بالنهار، تقدر تكون بالمانث يعني بالشهر ولا بالعام. اوكي، مهم تكون محدده في الجمله. The action had already started before this time but had not finished. يعني ان الفعل اللي راه كيتندار ديجا بدا، already started، ولكن مازال ما كملش. هنا غادي تفهموا اكثر بهذا المنحنى هذا او هذا الخط الزمني. هنا عندنا الباست هنا عندنا ناو يعني التايم اوف سبيكينغ اللي هو دابا، وهنا عندنا الباست، هذا كامل باست. اوكي، هنا راني كنهضر غير في الباست، اوكي مانيش نهضر في ناو يعني في البريزنت. فمثلا واحد الحاجه او واحد الفعل راني باغي نديرو، sorry درتو ديجا، I started doing يعني بديت ندير داك الفعل. مثلا بديت نلعب هنا في هاد الوقيته هادي، ولكن راه في الباست. اوكي، في هاد الوقيته بديت نلعب، وفي هاد الوقيته كملت اللعب، I finished doing. يعني في هاد الوقيته كامله راهم كاملين في الباست. اوكي، دائما تذكروا بلي احنا كنهضروا في الباست كونتينوس، دونك هاد المده كامله او هاد لا بيريود هادي راه كاينه في الباست. هنا بديت وهنا كملت. فمن كن نهضر ناو، من كن نهضر على شي حاجة اللي درتها في الباست ودرتها في واحد المدة زمنية طويلة، كنقول I was doing، I was playing، I was eating. يعني هذيك الاكسيون ندارت بواحد طريقة طويلة في واحد المدة تهي طويلة. أوكي، I was playing، هنا بديت اللعب وهنا كملت اللعب، فهاد الوقيته هادي كامله I was playing. اوكي، مثلا I كنت كنتفرج مثلا التلفاز، هنا بديت مثلا في واحد الساعه معينه، مثلا نقولوا 6 نتاع الصباح هنا بديت نتفرج التلفازه، 9 نتاع الصباح هنا كملت تفرجت التلفازه. دونك فهاد الوقيته كامله من 6 ل 9 كنت كنتفرج، يعني كنت كنتفرج مدة طويلة بزاف. I was watching TV،
كنت كنتفرج في هاد الوقيته هادي. دونك دائما عندنا الباست بروغريسيف محدد بواحد تايم، يعني سيرتن تايم كيكون معين معروف. هنا غادي نعطي لكم امثله اكثر باش تقدروا تفهموا اكثر. We have here I was cooking when you came. I was cooking when you came. كنت كنطبخ. اوكي كنت كنطيب مثلا الماكله. هاد الطياب ديال الماكله كان ياخذ لي وقت طويل، اوكي ما عادش نقدر نطيب في دقيقه او جوج دقائق. يعني عندي واحد لا بيريود في الماضي مثلا نقولوا بديت نطيب مع 12 نتاع النهار وكملت مع الوحده نتاع النهار، دونك عندي ساعه. دونك هاد لا بيريود كامله راني كنت كنطيب فيها. اوكي دونك مين كتكون عندنا واحد لا بيريود كامله كنا نديرو فيها واحد الفعل، هادشي اش كنقولوا كانتينوس، يعني مستمر. واحد الفعل كنديروه مستمر، دونك واحد الفعل كنديروه مستمر لواحد المده طويله. اوكي من قلت طويله ما يعنيش عام ولا عامين، المهم بالنسبه لهذيك التايم اوف سبيكين، يعني الوقيته اللي كنكون نهضر فيها كتكون طويله. فمثلا الا بديت نطيب الماكله مع 12 نتاع النهار وكملت مع الوحده راه عندي ساعه، دونك هاد الساعه كامله راني كنت كنطيب فيها. كنقول اي ووز كوكين، اوكي ما كنقولش اي كوكت، يعني انا طيبت، كنقول كنت كنطيب. شفتوا لاحظتوا انه الفرق فين كاين ما بين تنسز الباست بروغريسيف والباست سيمبل. اي ووز كوكين يعني كنت كنطيب في واحد الوقيته معينه. طيبت البارح، البارح طيبت، يعني هنايا فكره عامه ما عنديش ما كتقولناش على الوقت، ولا يعني ما تحددناش الوقت ولا شحال كنت كنطيب ولا فوقاش كنت كنطيب اكسترا. المثال الثاني they were playing at 9 o'clock. they were playing at 9 o'clock. اوكي هنا من كنقول were playing كانوا كيلعبوا مع 9، يعني هما مع 9 ديجا كانوا بادين يلعبوا، يعني قبل 9 كانوا بداو يلعبوا وراهم مكملين اللعب ديالهم حتى العشرة مثلا ولا 11 ولا 12، المهم ما يهمنيش. ولكن انا اللي يهمني انهم مع 9 كانوا كيلعبوا، يعني انا من شفتهم مع 9 شفت الساعه لقيتها 9 وشفتيهم لقيتهم كيلعبوا. اوكي they were playing كانوا كيلعبوا. ولا قلنا they played المعنى مختلف تماما في الباست سيمبل. they played لعبوا، هما لعبوا، ولكن they were playing كانوا كيلعبوا، يعني لاكسيون طويله كانوا كيلعبوا في واحد لا بيريود لي طويله، بدات من واحد تايم وكملت في واحد تايم، وفي وسط هذاك التايم انا شفتهم مع 9 كانوا كيلعبوا. المثال الاخير I was living in Morocco last year. اوكي هنا عندنا last year، يعني لا بيريود هي last year، العام اللي فات. last year كي راه فيه 12 شهر العام، دونك العام اللي فات اللي فيه 12 شهر كنت كنعيش في مروكو، يعني كنت كنعيش في المغرب. اوكي يعني هاد المده ديال العام كامله كنت كنعيش في المغرب. اوكي دونك هنا عندنا المده يعني محدده. دونك نتمنى يكون هاد الشيء واضح. دونك دائما كنستعملوا البريزنت او سوري الباست بروغريسيف باش اننا نبينو بلي ان واحد لاكسيون كنا كنديروها في واحد سيرتن تايم، واحد لا بيريود اللي معروفه. اوكي بدات مثلا لاكسيون بدات من واحد الوقت وانتهت في واحد الوقت. انا من كنا نهضر في الوسط نتاع داك الوقت نستعمل الباست بروغريسيف. اوكي وغادي نولي نشرح لكم مره اخرى. مثلا كنقولوا I was studying this evening. I was studying this evening. هنا